بعد مباراه الاهلي عشان كنت في المطار وجاي على مصر من عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ده السبب ان انا كنا في المدينه بنزور وبعدين جينا على مصر بفضل الله. فمعلش عذرا وسامحوني لعدم الظهور بالامس بعد فوز الاهلي الرائع بثلاثيه على طلائع الجيش. طيب طالما فتحنا الحته دي اخش في الموضوع ده قبل ما اخش في موضوع المنصور. انا شفت ملخص للمباراه، عجبني جدا الجون العالمي لعمرو السوليه، وده بيؤكد على الحلول الفرديه والتدريبات التخصصيه اللي بيعملها ريني فايلر مع لاعبيه لتنوع طرق الهجوم وفك طلاسم الدفاع. صاروخيه رائعه من اجمل اهداف الموسم الصراحه يعني كابتن عمرو السوليه. وجون الاهلي بتاع جونيور اجاييه البطل فيه في رايي انا، لو جونيور اجاييه ولا علي معلول، البطل فيه ديانج وقطعته وتسليمه المعلول والعرضيه. القطعه ان ديانج بياخد السقطه، فدي كانت كويسه جدا جدا جدا، وده جون رائع جدا. جون مجدي قفشه جون من لاصحاب المهاره، اصحاب المهاره والقدرات الخاصه، وقفشه هيبقى احد العناصر المهمه جدا 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 في منتخب مصر في المرحله القادمه. فوز النادي الاهلي على طلائع الجيش بثلاثيه يتوافق مع الفوارق اللي بين الاهلي وبين طلائع الجيش. محدش يقول لي ما طلائع الجيش كسب الزمالك، هقول لك يا سيدي اللعيبه ما كانتش بتقبض ومفوته، والمرتضى وصف بعضهم بالمتمردين وحكايه ورواية. ومن يومها قلنا لا ده مش اداء لعيبه الزمالك، بدايين اداء لعيبه الزمالك دلوقتي في قمه المستوى السيء امام الاسماعيلي بيقدر يكسب في 7 دقائق، في قمه التراجع البدني والترهل البدني وتراجع اللياقه البدنيه برضه بيكسب. والزمالك يمتلك افراد مميزين جدا 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 جدا، وبالتالي فالاهلي يفوز على طلائع الجيش ده امر طبيعي. العلامه الكامله امر غير طبيعي بالمره، غير طبيعي بالمره. 14 نقطه ب 14 مباراه ب 42 نقطه، والاهلي الله اكبر عليه. وبدا الكلام بقى بتاع العيال العبيطه يقول لك الدولي غير الدولي، يا ابني ده نادي القرن يا حبيبي، يا حبيبي ده نادي القرن. انت مستني الاهلي يقع عشان تقول لك ده؟ طب انت فين؟ خيبتك القوية فين؟ خيبتك القوية فين؟ ما هو ده اللي بنقوله، ترهل اداري وفشل اداري انعكس على الفرق. لما نيجي نقول كلمة الحق تلاقي الواد بلية ودماغه العالية في الفتنة يقول لك أي كلام في أي كلام، أو الواد البروتة يقول أي كلام في أي كلام، أو أي حد بقى من الأفاقين والمنافقين. ما الأخطاء الإدارية وعدم وجود السيولة المالية اللي أصلاً كانت عنده وأهدرها على صفقات مضروبة هو ده اللي خلى هذا الفريق الرهيب، وعمل غضب من اللاعبين وخسروا مباراتي إنبي والطلائع، ثم تعادلوا أيضاً في 4 مباريات. فالفكرة إهدار النقاط في نادي الزمالك بسبب أخطاء إدارية، أخطاء إدارية. العيال بقى الأفاقين والمنافقين يطلعوا يقولوا لا ده مش أخطاء إدارية، هم أحرار. يقولوا مرتضى ده بطل العالم في الكذب، ولا بطل العالم في التأليف، ولا السب ولا الشتم، هم أحرار. لكن لما نيجي نتكلم في الكورة هنقول إن مرتضى وأخطائه الإدارية تسببت في هذا الجاب الكبير جدا 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 بين الأهلي والزمالك في جدول الدوري، وعدم الاستقرار الفني، وإن ابنه هو اللي بيختار اللعيبة وبيختار المدرب، ولا ابني جاب أحسن واحد في مصر، وفي فرق بين أمير وأمير، طلع أمير توفيق مكسح أمير مرتضى. فامبارح الفوز يعني خلاص الأهلي طايح. ما شاء الله الله أكبر عليه. نتمنى نشوف الترجمة دي بقى في مباراتي صن داونز، وانا براهن ان الاهلي سيتاهل على صن داونز. لاحظ مين يا ابني اللي اترقى على خرقه ربنا يا ابني؟ يا ابني انا ما بترقش على خرقه ربنا ولا حاجه، انا بقول بيليا. بيليا وبطل العالم في النفاق، وانت جاي تقول لي انا مش عارف ايه، والعيال الهبله العبيطه دي اللي بتبقى قاعده واحنا بنتشتم وبيتم الافتراء علينا باكاذيب وخيالات مريضه. طب اقول لك على واحد، الواد مرتضى امبارح من عبطه وهبله وجنونه، من هبله وعبطه وجنونه ما زال بيردد امام الفرقه قبل ما تسافر، ها، ان يقول لك ابو سنيده وام سنيده وابو المعطي زكي وابو ناصر زيدان وعباس والعتال وسام المصري ولؤي، لا ما بيخاف يقول اسم سام المصري، بتطرقع له، بتعمل له فيديوهات رهيبه رهيبه موجعه مؤلمه، وحذرته قلت له لو جبت اسم تاني اعمل فيك وساوي، واحمد سعيد حذره لو جبت اسم تاني اعمل فيك وساوي. فخلاص ما بيجيبش اسماء دول، بيجيب اسماءنا احنا عشان احنا ما بنعملش فيه ونسوي، متربيين ما نقدرش نخش مناطق صعبه.
احمد سعيد بيخش مناطق صعبه وهو الكاتب الاعلامي الكبير، انه عارف يقول لي لا انت خليك في حسبنا الله ونعم الوكيل وكلام المحترم. انا على طول دغري دغري، وطلع التاني هلل وعمل وسوى واللي اعمل واسوي، وطلع كلامه كالاخر حنف وسما بتروق. لكن احنا بيقعد يشتم فينا مش مهم، فالعيال بتبقى قاعده واحنا بنتشتم محدش بيرد غيبتنا، لان هو خلاص عيال منبطحه على بطنها ويهمها القبض، عيال قبيض بيحبوا القبض جدا، يقبضوا بقى من مرتضى، يقبضوا من الاعلام المصريين، المهم بيحبوا القبض، ما يقدروش يقعدوا يوم ولا شهر ولا اسبوع من غير قبض، فبالتالي ما بيقدروش يعملوا ده. فاحنا يا ابني ما بنغلطش في حد، سلم عليها وبوس ايديها يا محمود يا مختار، سلم على الوالده وبوس ايديها، ربنا يبارك لك فيها ويمتعها بالصحه والعافيه، بوس ايديها وبوس راسها وخليها تدعي لك وتدعي لنا يا حبيبي، ربنا يبارك لك فيها ويبارك في كل ام بحق جه سيدنا النبي، ويرحم امواتنا من امهاتنا وابائنا، امين يا رب. الام والاب انت تلاقي زيهم، بوس ايديهم واطلب رضاهم، ما تعيش بيهم وتحصد المساله دي بعد وفاتهم كمان، الدعاء لا ينقطع. يعني الحديث اللي بيقول لك ماتت كمان كنا نكرمك من اجلها، بس مش معنى كده ان مفيش كرم، لا، ده دعوات الام والاب كنز مفتوح طول العمر، كنز مفتوح طول العمر. يجي بقى الواد العبيط يقول لك ايه ده بيتكلم في الدين وكده، طب انت ما بتتكلمش في الدين ليه؟ ده بيروح يعمل عمره، طب انت ما بتعملش ليه؟ ما انت بتروح تعمل عمره عند هيفاء وهبي وفي ايطاليا وفي فرنسا وفي باريس وكلام من ده، انت مالك ومالنا؟ ما تخلي، ما تسيبنا في حالنا، ما تسيبنا في حالنا يا اهبل، انت مش فاهم الدنيا، فاهم ان الدنيا سفر ورحلات، ولا كنت في باريس ولا كنت في لندن، ما احنا شبعنا، شبعنا لف، خلاص بقى سيبنا مع ربنا وسيدنا النبي ولا البيت. المهم فالواد العبيط مرتضى امبارح برضه جاب نفس السيره ونفس الكلام ونفس الحكايه، ما يستحقش الرد. ليه بقى؟ احد واحد من كبار المسؤولين الامنيين قال لي يا ابو المعاطي بيه، قلت له يا عم بيه ايه ده، احنا بنتشرف بيك وانت رموز مصر العظام اللي بنحبها وبنحترمها ونقول لها ونقدرها. فقال لي قضايا التجسس تقدمها المخابرات العامه والاجهزه الامنيه وليس الافراد. لا طب ما خدتش بالي منها خالص. قال لي دول بيبقوا عاملين تحرياتهم وشغلهم ودي جهات منوط بيها كده، لكن الافراد يقدموا على بعض ده يبقى باظت وخربت، فما تشغلش دماغك باللي بيقوله. قلت له تصدق يا باشا انت جبت من الاخر، انت خلصت وجبت من الاخر. قال لي والله وثق مليار المية ان النيابة العامة لن تحقق في مثل هذه التفاهات، لان قضايا التجسس والتخابر اللي بيقدم مستنداتها الاجهزة الامنية مش الافراد. قال لي فرض بقى كان ايه بقى يعني بناء على مكالمة، قال لي سيبك منه ما تشغلش دماغك، وانا بقول ان هؤلاء الصقور ورجال الامن في كافة الاجهزة هم حماة مصر بجانب الشرطة والجيش، هم حماة مصر بجانب الشرطة والجيش ورجال مصر المخلصين في كل المواقع. طالما جبنا سيرة مصر عجبني قوي قوي قوي، حملة عاملين كده حاجة حملة جميلة جدا، قال لك اتصور وكأنك في أوروبا، اتصور وكأنك في أوروبا، دي حملة رائعة جدا 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 عاملها الشباب المصري. فاكرين لما قلت لكم محتاجين نعمل صفحة فيها حاجة حلوة أو مصر جميلة؟ ما فرقش عندي الاسم، فرق عندي نفس المحتوى والهدف، يسلم اللي فكر ويسلم اللي نفذ، ويا ريت تنتشر بينا كلنا. تصور الحاجة الحلوة اللي في بلدنا نقدمها، تصور وكأنك في أوروبا، عندك حاجات النهاردة جميلة جدا في بلدنا بفضل الله. المهم خلونا نرجع تاني للكورة، بلا مرتضى بلا 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 بلية بلا كلام من ده، عيال تعبانة وأنا قرفت منهم وما شغلش دماغي بيهم. الناس اللي بقت نفسها من أجل المال ما يجوش يتكلموا عن الشرف إلا إذا اعتبروا أنفسهم مثل الغانيات، يتحدثوا عن الشرف مثل الغانيات، فده هم أحرار في أنفسهم والله لا يسهل لهم، ربنا ينتقم منهم وخلصنا منهم ومن أشكالهم اللي ملت البلد. طيب خلصنا من خلال 29 فبراير وعبط وهطل مرتضى في حواره مع اللاعبين، مش محتاج اقف عنده كتير لان ده هطل وعبط، وللاسف شيك جدا بيدي للعيبه ذريعه الحكام، يقول لك الحكام ومش الحكام والحكام 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 واستفزازات الحكام والحكام في ماتش الاسماعيلي وعاشور وجمال الغندور، وبيصفي حساب معايا وقاضي، ايه ده؟ ايه ده؟ بس الحمد لله الحمد لله ان المحترمين في اعلام المصريين
انتبهوا جيدا ومنعوا ظهوره على إعلام المصريين ونشر هذه البذاءات والاتهامات الغريبة والعجيبة التي تمس شخصيات محترمة زي مثلا كابتن جمال الغندور وزي محمود عاشور. انت بتلعب كورة ورياضة وارد تغلط، لكن مش وارد ابدا 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 انك انت تبقى بتبس مثل هذه التهم الغريبة جدا، لان جاب سيرة شخصية في القضاء. يعني قال لك قاضي، انت بتكلم في ايه؟ ده قضاة مصر ورجال النيابة العامة هم دول حصن العدل في مصر، ازاي تقول كده وصاحبك كلام عبيط يعني. ففي الاخر القائم الزمالك سافر، قائمته فيها بعض المفاجآت الصادمة. اكتر اتنين عملوا قلق بعد ما عرفوا ان هم بره، مصطفى فتحي ومحمد عواد. محمد عواد ابلغ اسماعيل يوسف رئيس البعث مسافرين، قال لك ايه تمثيل محدود، قام طالع اربع اعضاء مجلس ادارة. يعني الواد احمد مرتضى سميت قال لك ايه يعني البعثة دي بقى فيها تمثيل محدود، فانا قلت محدود ده يبقى المدير الاداري هو رئيس البعثه، لكن لقيته بيقول لك ايه ده النهارده فيها اسماعيل يوسف وهاني زايده وعلاء مهلد وحماده عبد وحماده انور. قلت ده المحدود، ثلاث ارباع مجلس اداره طالع، اربعه طالعين ليه؟ ما شفتوش رحله قبل كده؟ ايه الحكايه يا جدعان؟ ايه يا جماعه الكلام ده؟ اربع اعضاء مجلس اداره طالعين، يلا كله على حساب صاحب المحل. المهم محمد عواد غضب جدا لاستبعاده، والاستبعادات شملت محمد عواد ومصطفى فتحي. القائمه اللي انا قلت لكم عليها زمان ماشي، عواد ومصطفى فتحي، محمد عنتر، عمر السعيد، كاسونجو كابونجو، كريم بامبو، محمد صبحي، احمد عيد، محمد عبد السلام. فعواد عمل قعده مع كابتن اسماعيل يوسف وأكد له أنه سيرحل في نهاية الموسم لأنه بيتعامل معاملة سيئة للغاية منذ تسريب عقده، وإن ده ما كانش يجب أن يحدث معه، خاصة وإنه هو أدى أداء جميل جدا في رأيي أنا الشخصي كمان أمام أول أغسطس وعالج بعض السلبيات اللي عنده، بقى بيخرج العرضيات. لكن كابتن سعفان الصغير مش سيء، مكسحه في كل الفضائيات وفي كل اللقاءات، وحاجة صعبة جدا جدا جدا.